امرأة تبلغ 19 من عمرها فقط، لها أطفال 2، تعرضت للتعنيف من قبل زوجها حسب ما تحدث أخوتها. أحد المرات يعني عنفت وعذبت من قبل زوجها ثم سكب عليها النفط حسب إفادتها قبل وفاتها طبعا، وأنه زوجها هو من أجبرها على أن تحرق نفسها. وليد الصالحي سوى لقاء ويا أخوتها وتحدثونا عن اللحظات الأخيرة قبل ما تتوفى حرقا، خلونا نشوف. طبعا موضوعنا اليوم هو مختلف تماما ومؤلم بنفس الوقت. شخص يجبر زوجته على إحراق نفسها بمادة البنزين بعد تعذيبها وتعنيفها في منطقة طويريج بين كربلاء وبابل. حقيقة هذه المرأة توفت بعد أن يعني بعد إجبارها على إحراق نفسها. نحن الآن نتواجد في منزل الضحية، أشقاء الضحية سيتحدثون لنا بتفاصيل يعني بتفاصيل مهمة حول الجريمة أو القضية. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد تفاصيل حول الجريمة اللي حدثت. تفاصيل حول الجريمة اللي حصلت. احنا كل من عمله قال لأختك انشوت تعال للمستشفى. رحنا المستشفى لقينا طب أخوي مو مات شوية، أهله قالوا له لا تحترفين يعني هو جابرك طق عليك الطباخ حرق راح. شنو السبب؟ أكو سبب؟ أكو شيء؟ لا ماكو. كتب المحقق هي انتحار وخلوه مشى. ظلت تقريبا 5 أيام هي الاثنين 4 أيام واليوم الخامس توفت. ضربها بالبوري، فالش فيها بالبوري، كاسريتها يعني. حتى والدتي تقول عندها آثار ظهرها جسمها كله. ايش قد عمره؟ عمره 19 سنة. هو ايش قد عمره؟ هو عمره 29 سنة. القانون كان ياخذ مجراه بصورة صحيحة. اكو واسطات وضغوطات حسنة. اول بداية صارت واسطات، صارت واسطات اول بداية ورادوا يطلعونه وما هذا التصوير ما خلاهم. طبعا هذه الطفلة هي طفلة الضحية. هاي بيوم الثاني مالتها صارت عمرها 2 سنين. عيد ميلادها بيوم الثاني مالتها. بيوم التوفي الثاني يوم. وأيضا هذا حسون. هنا الطفل شو اسمك حبيبي حسون؟ ثقيل النطق. طبعا ثقيل النطق هذا حسون. أيضا هنا شقيق المرحومة. صار الحادث وقت الحريق. لان كانت هي تتحمل الشيء على الخاطر جهالها يعني. ذولا الاثنين قالت لا اروح لاهلي فمهددها بذويها يعني، قالت لها اقتل اخوك واهلك اذا ترحين لاهلي. وقالت لها يعني انحصرها بزاويه انه اجبرها تحرق نفسها. فهي ذبت النظر على روحها وقعدت مقابلها وظلت مستقره يعني ما سوت شيء. فهو طاها جداحها وقال لها هسه تحرقين نفسك الا يعني اجباري. نفط الجداح طاها جداح النفط هي مد عليها فحرقت نفسها البنية. هو راح بعدين طفاها وأخذ جهالها وعافها ومشى. عمتها وأخت رجلها فمن صعدوا وياها قالوا لها لا تقولين أنا حرقني رجلي، قولي طق عليه الطباخ. بالطبابة والهاي ما اقتنعوا انه طباخ طاق عليها لان اكو ريحة نفط كان على جسمها. بعدهم ريحة النفط ما طايرة. بعدين انا جاني تبليغ من احد الاشخاص قالوا لي اختك بالمستشفى محترقة. فرحت عليها وشفتها وجا المحقق يمي وانه بسولفت وياها وهي تحكي له والمحقق يكتب. أخذت الإفادة يعني الإفادة عن اللي أخذتها من عندها نفس الإفادة اللي موجودة بالتصوير، بس إحنا صورناها لغرض الأمور الحياة يعني. أي نعم. شكرا. العفو. طبعا كان هذا حديث أشقاء الضحية يعني بعد 5 أيام من إجبارها على حرق نفسها توفت في مستشفى الحسيني قسم الحروق، والآن
يعني المتسبب أو الجاني وهو زوج الضحية الآن موقوف، لكن ذوي الضحية يطالبون الجهات الأمنية أو المعنية بضرورة الإسراع بحسم القضية لصالح الضحية لخاطر هؤلاء الأطفال الذين تركتهم وذهبت.